tenido alte y alte bajos. شاهد اللقطة التي جننت زين الدين زيدان في مباراة المنتخب الجزائري أمام المنتخب الموزمبيقي ويسخر من منتخبات الفرق الكبرى بسبب الجزائر. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم للمنتخب الجزائري ضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطر فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز المنتخب الجزائري على منتخب الموزمبيق بهدفين مقابلاً لا شيء في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، فقد دخل على الخط زين الدين زيدان وأدلى بتصريحاته وقال: أنا سعيد جداً بصفتي جزائري بفوز المنتخب الجزائري على منتخب الموزمبيق ورجوعهم إلى الجزائر بالثلاث نقاط، وهذا أمر جيد للغاية، فأنا متابع جيد للمنتخب الجزائري وأشاهد كل مبارياته، وأعجبني جداً جمال بلماضي في هذا المنتخب، وأنا متأكد أنه سيضيف الكثير والكثير لهذا المنتخب العملاق، وأقولها من الآن أن المنتخب الجزائري سيكون المنتخب الأكثر حظاً للفوز بكأس الأمم الإفريقية القادمة بكوديفوار، وأنا أقول لهم بأن الجزائر ستطيح بكل منتخبات إفريقيا الكبرى وعلى رأسها المنتخب المغربي والسنغال ونيجيريا والكوديفوار مثلما فعلوا في بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر. فالجزائريين لا يعرفون المستحيل أبداً، وهم يعلمون ذلك جيداً. وفي النهاية لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.